لو الحكاية فيها إن فيديو. عايزينك بقى تكلمنا عن تفاصيل الاعتداء عليك. انا شايفينك ان انت اولا انت نشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مظبوط وانا في المستشفى ودلوقتي طبعا حمالة كتف. ما هو اللي حصل كده؟ فانت قول لنا بالظبط. بص اللي حصل انه انا مش متوقع اولا انه هيتم اعتداء او هيتم اكراه. اعتداء بقى يعني الاعتداء موقع الاعتداء كانت فين؟ كانت في الاستوديو في غرفه مغلقه. هو قفل الغرفه استوديو صوت تسجيل صوت استوديو سبيد سبيد. وكان معانا الشريك الثالث. انت رفعت عليه قضيه بالتعدي وبالنصب والاحتيال. واكيد انت حطيت ان كان في طرف ثالث كان موجود اثناء بالظبط وهو حاضر وشايف ده كله بعينيه. فطبعا مهند شاهد وشايف كل ده, شايف ان انا بواجهه باحترام وواجهه بادب وواجهه بالمنطق وبقول له في 1 2 3 4 وبنتكلم في شغل. لما انا بتكلم معاك في شغل وانت ما بيبقاش عندك اي ردود كلاميه, يعني ما عندكش حاجه منطقيه ترد بيها وترد بايدك وتبتدي تستخدم ايدك, ده معناه ان موقفك ضعيف. وانت لو موقفك قوي رد قول لي لا انا الناس دي كذا كذا وانا بحاسبهم كذا وانا الشغل فيه 1 2 3 4 ان انا دافع الفلوس من اول يوم من اول لحظه من اول ما تعاقدنا على هذا العقد. والعقد ده مع الالبوم مع التنازلات يثبت ان انا دافع فلوس. شايف ده من اول يوم اشتغلنا فيه مع بعض. شايف انه بياخد عربيتي وقاعد معايا في بيتي وانا بعامله زي اخ. بعد بقى الموقف اللي حصل ده انا حسيت بالام في كتفي, وبعد ما ضرب الضربتين دول طلعت انا ومهند على المستشفى. ولما وصلنا هناك حجزوني هناك وعملت عمليه في كتفي, رد كتف بعد ما كتفي اتخلع, وعملت تقرير طبي وعملت فيه محضر واقدر اقول لك رقم المحضر كمان 22 احوال. كان يوم 22 احوال 27 واحد 22 احوال نقص 58 27 تمام. ولسه الموضوع حكايه ما خلصتش لغايه كده. ده بعد ما انا عملت المحضر وهو عرف, لان مهند قال له يا عوف رنيم عمل فيك محضر تعدي وانت الراجل خارج من الاستوديو كتفه مخلوع, وبالتالي فانت الان امامك قضيه, يعني معلش يعني القضيه دي انت ممكن تاخد فيها حكم, فلو سمحت تراجع على اللي انت بتعمله, بلاش اسلوب البلطجه ولاش اسلوب الكلام ده ولاش اتعامل باحترام, وزي ما ابتديت بما يرضي الله وريت فاتحه كمل شغلك بما يرضي الله. قال انا مش هشتغل مع رنيم وانا مش هعمل حاجه وانا الاغاني دي انا هبيعها وانا هتشوف انا هعمل ايه. بعديها بيومين بعد انا لسه في المستشفى بعديها بيومين راح خد السيشنات الاغاني تراكات الالبوم من مهندس الصوت على اساس ان هو المنتج المنفذ, وابتدى يبتزنا بيها اللي هو انا معايا النسخه من السيشنات والناس دي مش هتشتغل معاكم وانا عارف انا بعمل ايه كويس ووروني هتعملوا ايه. وابتدى بقى ايه يقول انا الاغاني دي انا هخلي مترومين تاني وتغنيها, انا هبيع الاغاني دي لايهاب توفيق, انا هعمل مش عارف ايه. طبعا الكلام ده انا ما كنتش متخيل ان هو يقوله. اتاكدت بقى من الكلام ده امتى؟ من يوم 29 الاكونت الرسمي بتاعي اوكي اتاخد فجأة, لقيته مش كل شوية يتسرق يومين ثلاثة, اجي ارجعه يقعد معايا كام ساعة بالايميل يروح جاي متاخد تاني. اكتشفت ان هو عمل ايه؟ عمل بعديها خد الاكونت بتاعي وابتدى يقول كلام على لساني من على الاكونت, وابتدى يدعي ان انا اللي خدت الاكونت بتاعي, وراح عمل فيا محضر كايدي, يعتبر محضر كايدي لان هو انا اوريدي انا عامل فيك محضر بتعدي, راح عمل فيها محضر كايدي في بحث الانترنت وخد نسخه من مذكره, نسخه من الشكوى دي. وبعد كده النسخه دي بعتها لي واحد صديقه على الفيسبوك بعد ما رجعت الاكونت بفتره, يعني بعدها باسبوع تقريبا, وقال لي خلي بالك ده راح عمل فيه مذكره ومش عارف ايه. قلت له والله المذكره دي ده محضر كايدي ما اقدرش هو يعمل بيه حاجه لانه انا الحق معايا مش الحق معاك. طيب بعديها يوم 4/1
سوري يوم 4 فبراير يوم 4 الاثنين لقيته بعت لي تهديدات على الاكونت بعد ما انا رجعت الاكونت يوم 4/1 ابتدى يبعت لي تهديدات بان انا بنفس الكلام اللي وصلني من ايه من المهند اللي هو انت هيتعمل فيك هيتعمل فيك وانا هوريك وهبعت لك ناس البيت وهنشوف هيحصل فيك ايه ووريني بقى نفسك والالبومك ده انت مش هتتهنى بيه ولا تهنى ببيتك ولا تهنى بعربيتك ولا تعمل اي حاجه وده اللي كان السيستم اللي هو ماشي بيه في الرسائل يعني على الساعه 3 4 الصبح كده لقيت صوت ناس كده بره بيشتموني وبتاع وبيأكدوا يعني الكلام اللي كان مبعوت لي في التهديدات دي وكان معايا جوز عمتي ومعايا عمتي ومعايا عيال عمي كلهم شافوا الكلام ده يعني ناس بالطبيعه واقفين في الشارع بيهددوا بيشتموا ومش عارف ايه والكلام ده كله طبعا دي كلها تصرفات غير قانونيه ورحت عملت اضفت على محضر التعدي انه ان في تهديدات وانه في الراجل ده عايز يبيع الالبوم اللي انا صرفت عليه وعايز يبتزني وبيهددني وبعت لي ناس للبيت ومش عارف ايه ده اضفته على المحضر كل ده مضاف على المحضر اللي هو 22 احوال اللي قلت لك تمام المهم باختصار شديد يعني القصه برضه ما وقفتش لغايه هنا عدت الايام وطبعا في 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 على طول بقى في مفاوضات ما بين مهند وعوف ما بين مهند ومحمد عوف اللي هو الشريك الثالث والشاعر ابتدوا يتفاوضوا ويا عم طب يلا طب مش عارف ايه لا ده انا اتعاقدت وراح قايل كده لمراد انا اتعاقدت خلاص على الالبوم ده مع ناس ثانيه وضرب مصر في الحيط والعقد مش فارقه مع العقد مش فارقه مع القانون مش فارقه مع طيب انت النهارده رحت اتعاقدت ورحت عملت ورحت الكلام ده كله قررت ان الالبوم ده بتاعك وحاجه يعني ايه كده بمزاجك انت يعني قررت ده من غير في عقد بينك المفروض العقد مرفوق فيه اسماء المحتوى واسماء الاغاني كلها طيب يعني كامل هو فاكر ان احنا بقى ايه يعني هو لما هيقول حاجه زي كده وهو بقى بيتبلطج بقى وكده فاحنا هنخاف بقى لا احنا مش هنخاف احنا رفعنا عليه فعلا قضيه والقضيه دي ماشيه دلوقتي قضيه نصب واحتيال وقضيه سرقه وقضيه الكلام ده ولو هو متورط القانون هياخد مجراه وهو يقول ان هو متورط لو هو مش متورط القانون هو اللي هيقول انا عايز بس يعني اخر حاجه عشان نختم بيها تمام يعني انا لسه بقى فاضل اخر حاجه اخر حاجه انا جيت لك جاي لك النهارده وانا جاي من مباحث الانترنت النهارده امبارح لقيته منزل خبر في احد المواقع تمام بيقول فيها ان هو بيقلب الترابيزه يعني اللي هو على فكره ده رنين كده كان مانشيت حذرت رنين قلت من التعاطي ولما حذرته من التعاطي قرر انه يشهر بيا تعاطي المخدرات يشهر بيا ويتشهر بيا وصلت بقى شفت بقى شفت الزمن يعني انا بقى بعيد عن ان انا مطرب او ان انا بغني انا مهندس مدني ومن عيله محترمه فانت النهارده بتشهر بيا بيقول ان هو بيدعي في الخبر ده ان انا بتعاطى بيدعي في الخبر ده ان انا ان هو اللي انتج الالبوم وبيدعي في الخبر ده ان الاكونت بتاعي مباحث الانترنت قررت انها تقفل لي الاكونت لانها اثبتت تورطي في ان انا عملت كده هو ينزل صورتي وينزل حفله ليا في الخبر في الموقع ويكتب الكلام ده على لسانه ويقول ان انت اتقفل لك الاكونت عشان انت متورط في ده وينزل مذكره اللي نزلها دي للاسف المذكره دي ممنوع انها تتداول في شبكات الانترنت وبالتالي فهو دلوقتي متهم امام الجميع بنشر مستند غير مسموح ان هو يتداول في او غير مسموح بالتداول دي لهذا المستند من غير مسموح انه يتداول في الانترنت طب انت النهارده عايز تقول ايه للناس عايز تقول ان ده مستند رسمي يثبت ان انا متورط في ان انا واخد الاكونت بتاعي عايز تثبت للناس ايه؟ عايز تقول للناس ان رنيم الناس عارفاني وبتحبني وبتحترمني وعارفه سمعتي كويس، عايز تشوه سمعتي؟ عايز تشهر بيا؟ عايز تقول الكلام ده؟ يبقى انت موقفك ضعيف، برضه انت موقفك ضعيف وبرضه انت يعني في النهايه الحق هو اللي هيظهر وانا عارف كويس جدا يعني ان ربنا كبير وربنا اكبر من اي بني ادم خان الامانه وخان العهد وظلم، الانسان ده كان بياكل معايا عيش وملح في بيتي وقاعد معايا اربع شهور وبياخد عربيتي
وبتعامل معاه زي اخ، وما كنتش في يوم من الايام بتوقع ان هو في النهايه يقول عليا الكلام ده ويشهر بيا بالشكل ده. فانا عارف كويس جدا انا مش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل فيك يا محمد عوف، وهقول لك حاجه واحده بس ورساله لك، العقد ده تمام، العقد ده عقد رسمي، هذا العقد عقد رسمي، عقد يعني لو انت مش شايفه القانون شايفه، لو انت مش شايف الحكومه الحكومه شايفاك، لو انت بتتبلطج وفاكر نفسك بطل العالم في كل حاجه، لا معلش في قانون، والبلد دي فيها قانون، والبلد دي فيها حكومه تقدر تجيب لي حقي وتقدر تجيب لي حق ابويا، لان ابويا اتغلط فيه وبشهاده ناس كتير. وعشان تبقى عارف يا محمد يعوف انا هقول لك كلمه واحده، اللي يخون صاحبه ويضربه في ظهره وكان معاه شمالح في بيته وما قدرش اي حاجه، لا قدر الذكريات الحلوه ولا قدر العيش والملح ولا قدر الاخوه ولا قدر اي حاجه، ربنا يعني مش هيسيبه، ربنا قادر على كل شيء وربنا قادر على يجيب لي حق. بس دي رساله ليك يا محمد يعوف، رساله لكل الناس اللي فاهم الحقيقه غلط. وانا اضطريت على فكره، ودي رساله ثانيه برضو للناس، انا اضطريت النهارده ان انا اجي فيتو النهارده واقول الكلام ده، لانه كان لازم يبقى فيه ليا رد اعتبار، وكان لازم ارد على كلامك. لو ما كنتش عملت كده وطلعت شهرت بيا انا ما كنتش طلعت قلت الكلام ده، كنت سبت القانون ياخد مجراه والقضاء ياخد مجراه. بس انا كان لازم، كان ليا الحق ان انا ارد، لان انا ليا ناس بتحبني وليا ناس عايزه تعرف الحقيقه.